لنا الثلاثة هنتكلم فيهم بعد ما نفتح مثلا بلانات، عشان بس ايه الموضوع ما يبقاش نظري زي ما قلنا. نسمي البروجكت تمام الا ايه؟ جميل جدا. نفتح المقيسه الاول، هنطبق في مشروع عشان برضو الموضوع ما يبقاش نظري زي ما قلنا. التكييف اصلا كبير، ف لو ما خلصش النهارده هيخلص نصه مثلا النص التاني المره الجايه مع الكوردينيشن والكومبوزيت بلان. تمام، ادي مقيسه فيلا عادي جدا. الكومنتات الاولانيه البند رقم واحد، تمام، سبلاي وانستول داكت انزوليشن، توريه تركيب عزل، ثيكنس بتاعه 2 بوصه فايبر جلاس، تمام، بلانكت تايب، تمام، كثافه 24 للاندور وكثافه 48 في الاوت دور. احنا في الغالب بنفضل ان احنا نشتغل كثافه 1 بوصه للاندور وكثافه 2 بوصه للاوت دور، اقصد ثيكنس 1 بوصه للاندور وثيكنس 2 بوصه للاوت دور، لكن هو الاستشاري هنا متطلباته كانت 2 بوصه في الاندور والاوت دور، يمكن عشان جو ساحلي مثلا. تمام، سبلاي وانستول عزل 2 بوصه برضو ثيك روك هيد، روك وول ده الصوف الصخري. بتستخدم الصوف الصخري في ايه؟ الصوف الصخري بتستخدمه في حاله الاهواد، في حاله السموك دكت. تمام، ضمن الريكومنديشن بتاعه هو عايز تركب شنابر على الصاج، على عزل الصاج، عايزك تعمل سامبل او ساين على اتجاه الهواء فوق العزل. تمام، دكت لينينج ويز اندور يونت، تمام، ده المقصود بيه العزل الداخلي. عزل داخلي، اقصى عزل داخلي بيبقى عندك 1 بوصة 25 ملي، تمام، بيبقى عندك من 7 ملي 13 ملي لحد 25 ملي اللي هو 1 بوصة. عشان اركب عزل داخلي لازم وانا بعمل ديزاين للصاج ارعي، ما يبقاش عندي الصاج مثلا 20 بوصة في 10 بوصة واقوم عامل عزل داخلي 1 بوصة. عملت عزل داخلي 1 بوصة معناها ان الصاج ده ما بقاش 20 في 10، بقى 18 في 8، فبالتالي ما تتوقعش ان كمية الهواء اللي هتمشي هتبقى مستريحة، بل بالعكس على الرغم ان انت عامل عزل داخلي ممكن الصوت يبقى مزعج جدا. تمام، المفروض في الغرف الصغيرة العزل الداخلي لما تركبه بيكون متر ونص من المكنة، في حالة الوحدات الكبيرة بيبقى لحد اقرب قاع او لحد اول مخرج هواء عندك. الكلادينج في منه هنا في الديزاين نوعين، النوع الاول كلادينج الامونيا 6/10 ملي، النوع التاني ستانل ستيل كلادينج. طب الاتنين اكسبوزد، تمام، الستانل ستيل هو عايز يستخدمه فوق السطح، الالمونيا عايز يستخدمه في غرف الايرهندات، فانا عندي اوضة اي اتش يو اركب فيها كلادينج الامونيا وزي الفل، لكن فوق السطح نتيجة ان احنا بنتكلم على جو ساحلي فهو حب يركب الكلادينج ستانل ستيل. ممكن تركب على فكرة الكلادينج صاج مجالفن برضو عادي. ريفريجرنت بايب في ار في، تمام، توريد وتركيب مواسير فريون معزولة. ايوه والكلادينج انت لازم اركبه على الصاج، لو ما ركبته في مشكله. الكلادينج لازم اركبه لو ما ركبته في مشكله. انت اول حاجه بتركب الصاج، تمام، بعد ما بتركب الصاج بتركب فوقه عزل، بعد ما بتركب العزل بتركب كلادينج فوقه، تمام، فالكلادينج ده بيبقى فوق العزل، هدفه حمايه العزل، هدفه حماية العزل من العوامل الخارجية، تمام، هدفه حماية العزل من الخدش والاحتكاك، تمام، والرطوبة والعوامل الخارجية. يعني انت حايط مثلا الصاج ده المعزول، الصاج المعزول مركبه فوق السطح، في رياح وفي أتربة وفي أمطار، كل الحاجات دي هتخلي العزل يتآكل، وفي الأول وفي الآخر ده عزل ورق، يعني هو فايبر جلاس وألمونيا لكن هو بيتاكل، فتيجي تبص عليه تلاقيه متاكل ومتكشف، فبالتالي يحصل لوسز في الحراره نتيجه ان العزل اتكشف، تمام، فبالتالي بتركب عليه كلادنج، فالكلادنج بيمنع تسريب الحراره
وبيمنع حدوث اي تآكل او تلف للعزل اللي موجود فوق السطح في العوم الخارجي. ف طبعا يعني يفضل ان انت تركبه، بالعكس انت بتركبه في المواسير وبتركبه في الصاج وبتركبه فوق السطح وبتركبه في غرف الوحدات الـ AHU والتشيلرات، بتعملها معزولة تمام حفاظا عليها يعني. مواسير الفريون، مواسير فريون معزولة هارد مش سوفت، يتم توصيلها من الوحدة الداخلية للوحدة الخارجية في حالة الـ VRV سيستم. الأرم فليكس المستخدمة في المواسير هو كاتبها هنا 19 مللي تمام. كلادينج برضو ستانلس ستيل لكل مواسير الفريون اللي موجودة فوق السطح، وألمونيا في حالة غرف الوحدات تمام. ادي الفي اي في فاريبل اير فوليوم، طالما هو كاتب لي في اي في يبقى انا وش كده في اير هندايه موجوده في المقايسه دي تمام. في اي في واحد، في اي في اتنين تمام. اير كيرتن، اير كيرتن هدفها في حاله ان انا عندي فراغ مكيف وفراغ غير مكيف. في حاجه تمام، الاير كيرتن في حالة وجود هواء فراغ فيه هواء مكيف وهواء وفراغ فيه هواء غير مكيف، مثلا مطبخ والمطبخ ليه باب مفتوح على بره والباب بيفتح ويقفل على طول، فبالتالي بقوم مركب اير كيرتن، فبيتم عن طريق الاير كيرتن عزل الهواء المكيف الموجود في المطبخ مثلا مع الهواء الغير مكيف اللي موجود بره. انسكت كيلر ده ناموس تمام، ده قاتل ناموس بيتم تركيبه مثلا في المطبخ او في اي فراغ يعني فيلا بقى وكده. الاير هاند يونت، توريد وتركيب وحدة اير هاند يونت شاملة كل الهوكب والاكسسوارز والفليكسبل دكت والساوند اتنويتور لما في الانلت والاوتلت والسبورت والكابلات الكهرباء والجرافيتي شاتر والفوليوم دمبر وكل ما يلزم تمام، مراوح روف توب فان سيلينج ماونتد فان وسنترفيوجال فان تمام. ودي الاير هاندات الفي ار في سيستم تمام، ودي الاندور يونت الفي ار في سيستم تمام، سواء هاي وول او كونسيلد او فريش كونسيلد تمام. فريش دي هدفها انها توصل هواء فريش مكيف لوحدات التكييف التالية دي تمام. الاوت دور يونت في ار في واحد تلاتة واحدة اربعة، هنبص على السكادول ونعرف قدرتها. الصاج، توريد وتركيب صاج مجلفن تمام، السيكنس بتاعه مش محدد لان انت بتحدده وفقا للدايمنشن. توريد وتركيب صاج ستانل ستيل لايه؟ لحاجه زي حمام السباحه مثلا. توريد وتركيب صاج اسود لايه؟ لحاجه زي السموك دكت، لحاجه زي الاهوات تمام. ايه تاني ممكن؟ دكت سايلنسر، دكت سايلنسر او ساوند اتنيويتور بتركبه عشان خاطر تمنع مرور الصوت في الصاج لحد الفراغات كلها تمام. طبعا لو افترضنا ان احنا جبنا وحدة دي اكس تمام وفي صوت عالي، فانت ممكن تجيب ساوند اتندويتور وتركبها مع البلينم بوكس، هتبقى مكلفة بس يعني ايه بتحاول تنقذ ما تم انقاذه في حالة ان انت مثلا قللت الفلو بدل ما هو هاي خليته ميديم تمام وبرضه لسه في صوت، ففي الحالة دي خلاص سيب الفلو زي ما هو عالي بس مضطر تشتري ساوند اتنيويتور لوكال بقى مش لوكال، ساوند اتنيويتور. ساوند اتنيويتور في الكتالوج بتاعه عبارة عن بارتات كده بلوتات فيها خروم هدفها ذبذبة الهواء، مش هتأثر على السرعة، فيها ستاتيك جامد جدا بتعمل دروب كبير جدا بس بتمنع الصوت نوعا ما تمام. الاسبليتر دمبر زي ما اتفقنا هو عبارة عن رود موجود في الكوع او في تشينج ان دايركشن، تسحبه يمين تسحبه شمال فيعمل على توجيه كمية الهواء اللي انت محتاجه. الفاير دمبر دايمنشن بتاعه، والراوند فوليوم دمبر، فوليوم دمبر ريكتانجولر مثلا، وهنا الدور جريل وريجستر الاكزوست ريجستر، اللينير سلوت اللي اتفقنا عليه الشياكه تمام، وادي الفليكسبل كونكشن
تمام، 6 بوصة والتمانية بوصة بس. بقية البنود بقى بند التست وبالانس وبند بي ام اس كونكشن وبند البيلدر وورك. البيلدر وورك ده المقصود بيه عمل سلايف للمواسير، عمل فريمات خشب للصاج، عمل حقن فوم للحوائط الفاير ريتد، وبند الكهرباء. الام سي سيهات لأي مروحة أو لأي إيرهنداية بيتم بتجيب يعني لوحة ام سي سي هدفها عمل كنترول وربطها على الفاير ارم وربطها على الام بي ام اس، تمام. فهي دي المقايسة بتاعت مثلا مشروع صغير جدا اسمه فيلا ايه، تمام. دي رسم الديزاين، تمام. اول حاجة الجنرال بتاعه، تمام. اولا عندك هنا السكادوال زي ما اتفقنا في التسعير، بتقوم واخد الحاجات دي كوبي وتبعتها للسبلاير وتسعرها وكل الكلام ده. زي ما اتفقنا برضو ان الاستشاري دوره في الحياة ان هو يلبس المقاول، تمام. هو طبعا بيبقى عامل حساباته وكل حاجة وتمام زي الفل، بس في الاول وفي الاخر، تمام. النويز ساوند ليفل شال نوت اكزيست 35. والله زادت عن 35 قلت لك تشيك عليها، يعني اعمل لك ايه تاني، يعني انا اعمل ايه تاني، بس انا كاتبها بخط عريض اهو، تمام. الاستاتيك بريجر مسؤوليه المقاول، تمام. واند فاينل داكت لي اوت، لو محتاج تعدلها يا باشا عدلها، برضه راجل كاتبها لك بالبونت العريض اهو، يعني كتر خيره. لو انت جيت تشتغل في الشوب دروينج او في التنفيذ ولقيت الصوت عالي، فدي مسؤوليتك انت يا مقاول، تمام. جيت تشتغل وفجاه لقيت البريجر دروب عالي وسرعه الهواء بقت زايده جدا، والله برضو يعني انت اللي بتعمل ديزاين للصاج، برضو انا الراجل يعمل لك ايه برضو، تمام. فدي المراوح ال 14 مراوح اللي موجوده عندنا، تمام. مروحه في غرف القمامه، حمامات، مطبخ الهود، غرف تكييف، تمام، حمام سباحه، مخازن، حمامات تاني، وفريش، وغرف البامب روم اندر جراوند، تمام. والاير كيرتن اتفقنا اهو هدفه فصل الفراغ اللي فيه هواء مكيف والفراغ اللي فيه هواء غير مكيف. كمية سي اف ام 2000 CFM، كمية 2 الواحدة فيهم متر، تمام. الفي اي في بريجر اندبندنت مش باي باس، سي اف ام هنا وهنا. كل الفي اي في هات متوصلة بساوند اتينيوتر بمعنى ارتفاع الصوت، تمام، وما يزيدش عن 30% من المينيموم اللي هنا، تمام. الفي ار في الاندور اول واحدة اهي مثلا، كونسيلد هاي وول فريش، تمام. دي زي دي، الفرق في القدرات بتاعتها، دي 1 طن، دي 2 طن، دي 2.5، دي 3 طن، دي 1 طن بس هاي وول، ودي عبارة عن لما تسمع على 12 هتلاقيها 5 طن ولا حاجة، هدفها انها توزع فريش للفراغات دي كلها. نفس القصة، المقاول مسؤول عن الصوت، المقاول مسؤول، ايوه اهي جزء اهي، يونت سيلكشن تو بي بيزد اون ميديوم فان سبيد، تمام. كومباتبل ويز بي ام اس سيستم، والستاتيك مسؤولية المقاول، تمام. الاوت دور يونت، الاوت دور الاولانيه اهي قدرتها 1,130,000 بتيوب بير اور، تمام. ادي المليون، يعني النيلة ادي المليون 130,000 بتيوب بير اور، قسم على 12,000 94 طن، يا بلاش يعني، تمام. طبعا احنا دلوقتي في تمام. الايرهندات بقى عندك في 4 ايرهندات، ايرهند الاولانيه للريسبشن والليفنج روم، الثانيه للمدخل، الثالثه الحمام السباحه، الرابعه لغرفه النوم الرئيسيه، تمام. كميه سي اف ام اللي فيها، الفريش بتاعها، الاستاتيك بتاعها، برضو في الاخر هيقول لك مسؤوليه المقاول، والنويز مسؤوليه المقاول. فالرسمه الاولى دي رسمه الاسكادول خاصه بالمعدات اللي موجوده عندنا. وباشا
هو يا باشمهندس 94 تم جايب لها اربع اير هاندلنج آه تاني معلش. هو ال 94 طن جايب لها 4 اتش يو زائد ال هي دي. احنا بنتكلم على في ار في سيستم تمام، في ار في سيستم، فهو جايب ال 4 اير هاندات زائد وحدات الداخليه اللي احنا شايفينها الكونسيلد الاندور والفريش اندور والهاي وول. الفي ار في احنا اتفقنا ان الفي ار في سيستم بتوصل عليه بقى فلور فري ستاند، بتوصل عليه اي اتش يو، بتوصل عليه كونسيلد هاي وول، فهو جايبها الليله دي كلها يعني. ايوه تمام تمام. ممكن نبص حتى في رسمه السطح عشان بس ايه الجزئيه دي تتضح. تمام بس تمام، دي رسمه الديزاين. تمام ادي الوحدات اهي، دي الوحدات الاوت دور في ار في. تمام وحدات الفي ار في اهي، هو موصلها بايه الفي ار في دي؟ موصلها بالاير هاندات 1 2 3، وفي واحده في الدور الارضي. تمام موصلها بايه تاني؟ موصلها بالوحدات الداخليه، بص عليها برضه اهي الفي ار في اهي جاي من المنور. تمام موصله على ايه؟ واي برانش اهو، فان كويل اهي، فان كويل اهي، فان كويل اهي، فان كويل اهي، موصلها بيهم. تمام تمام اهو. بس فالوحدات الخارجيه اللي احنا لسه شايفينها من شويه دي اللي هي فوق السطح دي، هدفها تغذيه الاير هاندات ووحدات التكييف الداخليه الكونسيلد او الهاي وول او ايا يكن مسماها ايه. بس في اير هاندات اهي مثلا في الدور الارضي نفس القصه اهو، جايب لها الواي برانش ومديها، واي برانش ومديها. تمام بس فنبدا مثلا بالدور الارضي. الدور الارضي دي رسمه ديزاين. تمام دي رسمه ديزاين. تمام ادي فراغ مثلا زي ده، خلينا في فراغ الفي اي في اول حاجه. تمام نطلع فوق السطح، الاير هندايه الجميله دي اسمها ايه؟ اتش يو 1. تمام الاي اتش 1 دي مغذيه سبلاي اهو، واخده ريتيرن اهو. تمام تمام مفيش مشكله. نشوفها بتدي لمين، بتدي لمين؟ بتدي هنا اهي. تمام الاير هندايه دي بتدي خارجه من هنا اهو، عليها فاير دمبر فوليوم دمبر، ادي الكوع بتاعها، بتدي لثلاث فراغات الاتيه، ادي 1، ادي 2، ادي 3، بتدي ثلاث فراغات: دايننج روم، ريسبشن، فاميلي اند كيدز ليفينج. تمام ثلاث فراغات، يعني انا عندي اير هندايه هتدي ثلاث فراغات، يعني معلش يعني العيال جايين يلعبوا عادي جدا، فتقوم القاعتين دول اللي مفهومش نفر يتكيفوا، فده مش منطقي. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بتجيب الفي اي في فاريبل اير فوليوم زي ما شفناه في الكتالوج، فاريبل اير فوليوم. تمام بتركب له السيرموستات توصله بيه. انا عايز اكيف الاوضه دي، تمام هدي اشاره للسيرموستات ان انا عايز اكيف الاوضه دي، فكميه الهواء اللي هتيجي من فوق هتيجي على قد الاوضه دي بس، والقطن دول مش شغالين لان انت ما شغلتش السيرموستات بتاعتها. فده الفاريبل اير فوليوم، ان انت بتتحكم في كميه الهواء. تمام عن طريق تحكمك في درجه الحراره الفراغ ده. الفي اي في ده محتاج مثلا 400 سي اف ام، خلاص يبقى هم 400 سي اف ام، اول ما يسحب اول ما تفتحه هيجي لك كميه هواء على قده بس، الفراغات التانيه دي بالنسبه لي مش هتتكيف الا في حاله ان انا افتح ده وافتح ده. تمام ده فراغ اهو مثلا مفيش مشكله. فراغ الجيم مثلا، ادي مكنه كونسيلد محطوطه فين؟ في التشينجينج روم، غرفه تغيير الملابس، مركبها هنا عشان يغذي الجزئيه دي، مركب لينير سلوت هنا وهنا. الريترن بتاعها عامل بلينم بوكس صاج بيسحب منه من ورا. تمام لاني ما اقدرش احط المكنه دي هنا، ما عنديش سقف يسمح لي ان انا اركب المكنه دي في الجيم، فبالتالي حطيتها في مكان بعيد وخدت الريتيرن ووصلته للمكنه نفسها. الفريش جاي على الريتيرن اهو، ادي الفريش اهو، الريتيرن اهو. ده حمام السباحه،
حلو، ده حمام السباحة. الإرهنداية بتاعته فين؟ فوق السطح. آدي الإرهنداية بتاعته فوق السطح. إرهنداية رقم 3، إرهنداية رقم 3 السبلاي أهو وريتيرن أهو، وفي خطين إكزوست. تعال نشوفهم بيعملوا إيه. أدي خط الفريش، خط الهواء المكيف جاي يغذي فراغ حمام السباحة. 1 2 3 4 5 تمام. طب وفي ريتيرن؟ اه في ريتيرن. ادي خط الريتيرن بتاع حمام السباحة، واخده من فوق السقف. جميل جميل. طب هل كفاية كده ان انا اجيب سبلاي وريتيرن في حمام السباحة؟ لا، نتيجة وجود مياه هنا فبالتالي هيحصل فيه تجسيف وبخار مياه، فبالتالي عامل خط اكزوست. خط الاكزوست ده ستانلس ستيل عشان فيه رطوبة وفيه نسبة مياه، فبالتالي لو انا سحبته بصاج عادي هيصدي، فالحل ان انا اشتغل صاج ستانلس ستيل، تسحب من فوق الفراغ. طب ايه اللي هيحصل لو انا ما سحبتش هواء اكزوست وخليت الفراغ مكيف وخلاص سبلاي وريتيرن؟ اللي هيحصل ان اللوح الازاز الجميل المطل على البحر ده هيتكثف عليه ميه، الجداريات والحوائط تمام اللي معموله دي هيتكثف عليها ميه وهتبوش، الرسومات اللي موجوده في الفراغات دي هيتكثف عليها ميه والوانها هتبهت وهتروح نتيجه ان انا ما سحبتش من فوق حمام السباحه. تمام، ادي حمامات مثلا اهي، ديفيوزرات مسحوبه من الحمامات مركب عليها فوليوم دمبر لحد فوق. تمام، هنا المطبخ، ادي المكنه هنا ساحب من الريتيرن مكيف جزء وجزء، وادي المطبخ، وادي ساحب خط اكزوست، خط فريش وخط اكزوست من الهود نفسه، من الهود. تمام، وبالتالي بعد اذنك يا باش مهندس، الفريش اير انا اركبه على الريتيرن. الفريش اير انا اركبه على الريتيرن. الفريش اير بتركبه فين؟ عند الريتيرن. الفريش اير بتركبه على الريتيرن في حاله ان الريتيرن مش موجود في الفراغ. بمعنى هنا اوضه الجيم دي المكنه مش موجوده جوه الجيم. تمام، المكنه موجوده بعيده عن الجيم، فبالتالي عشان اجيب فريش الافضل ان انا ارميه مع الريتيرن او ارميه في الفراغ نفسه. تمام، لكن هو الطبيعي ان هو في الريتيرن. نقطة تانية مثلا هنا اهو، ادي الفان كويل كونسيلد بتغذي المطبخ، ادي السبلاي نقطة واحد نقطة اتنين، ادي الريتيرن مفتوح على السقف مفتوح على السقف، ومركب صاج هنا ببلينم بوكس بيسحب من فوق السقف. حلو، الفريش ارميه فين؟ الفريش بدل ما اوصل للخط لحد هنا ممكن ارميه لحد هنا. لما ارميه فوق هنا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ميكس بينه وبين الريتيرن، فخلاص ابقى حققت نسبة الفريش بتاعتي. فالفريش يفضل ان انت ترميه مع ريتيرن، يا اما تركبه على ريتيرن يا اما ترميه في الفراغ نفسه. مثال تاني، ادي فان كويل اهي بتغذي غرفة النوم دي، غرفة النوم اهي متكيفة، ادي 1 2 3 4. جميل جميل، الفريش بتاعها اهو جاي في ظهر المكنة، المكنة دي بتسحب من تحت، بتسحب من الريتيرن. فراغ تاني مثلا في مكنة، الفراغ ده تمام، ادي المكنة بكيف غرفة النوم دي والريتيرن مسحوب للسقف، انا موصل بين الريتيرن وبين الفراغ ده، فبالتالي هحتاج ارمي فريش، ارمي فريش في ظهر المكنة. المكنة كده كده هتسحب من ظهرها وتفرغ في المكان ده. نفس القصة هنا، ادي اوضة الليفينج روم مكنة بتكيفها والريتيرن فاتح على السقف، عايز ارمي فريش، عندي حاجه من الاثنين، يرمي الفريش ده في الفراغ دايركت فبالتالي هيحصل ميكس بينه وبين الريتيرن، او ارميه على الريتيرن نفسه. ايهما افضل؟ لان انا ارميه على الريتيرن نفسه اللي داخل على المكنه، فابقى ضامن ان نسبه الفريش كده كده هتتحقق. تمام، نفس القصه هنا، رامي هنا في ظهره فهو يقوم ساحب من الفريش على طول.
تمام. الدور التالت زي ما اتفقنا خلاص يعني. الدور التالت هو السطح، مركب فيه الوحدات الخارجية للفي ار في، مركب فيه المراوح سواء فريش او اكزوست، سواء هود او اكزوست هود، اير هاندات سواء سبلاي او ريتيرن. بس دي رسمة السطح تمام، ودي رسمة فراغ من الفراغات، فراغ من الفراغات، ودي رسمة غرفة ترمبات واخد لها سبلاي وريتيرن يعني تمام. دي رسمة الديزاين تمام، ودي مقايسة، ودي جنرال. هنقفلها نرجع للسلايدز. بس زي ما هي هنبص على اللود استيميشن تمام. عامة اللود استيميشن ده بيعتمد على الطريقة المانيوال مش على هاب كالكوليشن تمام. فده ممكن هقرأه بسرعة، واللي عايز يبص عليه يبص عليه، لكن الكونسبت الرئيسي عندنا هو الهاب، أسهل بكتير من طرق المانيوال تمام. الحرارة اللي بتبقى موجودة في الفراغ بتبقى نتيجة عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الخارجية زي الحوائط، زي السطح، زي الشبابيك، زي الحوائط، البارتيشنات. العوامل الداخلية نتيجة الأشخاص، الإضاءة، المعدات، فتح الباب وقفله، أو تسريبات موجودة في الحيطة، الحاج اللي موجود في الأوضة دي تمام، عنده إضاءة جاية من الشباك وإضاءة جاية من الحيطة، وعنده الدور اللي تحته مش متكيف والسطح طبعا مش متكيف، وعنده بارتيشن في الفراغ اللي جنبه، وعنده جهاز كمبيوتر بيولد حرارة، هو نفسه بيولد حرارة وبيشرب سجاير، والإضاءة بتولد له حرارة. فدي كلها عوامل بتأثر على الفراغ تمام. فالمبدأ كله بيبقى عن طريق معادلة اسمها الـ overall heat transfer coefficient في المساحة في الفاكتور. الهاب بقى بيخلص القصة دي كلها من غير صداع وجع دماغ. فدايما هتلاقي نفسك كده لما تتعود تسوق اوتوماتيك مش هتحب تسوق مانوال تمام. لما تحب تلعب ببجي على الكمبيوتر هتكره تلعبها على الموبايل. لما تشتغل لود كالكوليشن بالهاب هتلاقي نفسك مش حابب تشتغل مانوال تاني، هتلاقي الموضوع عبارة عن ازعاج وصداع وايه المعادلات، وتحس ان انت بتعمل مشروع تخرج تمام. خصوصا ان الهاب فيه امكانيات كبيرة جدا. بس فعموما يعني في شوية تيبلز هنا برضو بتبقى مفيدة نوعا ما، على الرغم انها كده كده موجودة في الهاب، بس ما علينا. يعني كمية الحرارة الناتجة نتيجة مثلا شخص قاعد في مسرح، ولا شخص شغال بكفاءة 100%، ولا شخص مش شغال، شخص مدخن ولا شخص غير مدخن. كمية الحرارة الناتجة نتيجة مكنة القهوة، ونتيجة البويلر المية قد ايه، كام وات، الإضاءة تمام. كمية الحرارة الناتجة عن الإضاءة بأنواعها سواء هانجد أو كونسيلد تمام، زي التيبل مش هفتحه ده تمام. الانفلتريشن نتيجة الشبابيك أو البيبان، كمية هوا أنت مش قادر تتحكم فيها بتدخل وتخرج نتيجة فتحك الباب وقفله، مش فنتليشن تمام. الفنتليشن دي كمية الهوا اللي أنت بتدخلها نتيجة فريش هوا، توتال فريش تمام. دي التيبل اللي احنا بصينا عليه التشيك فيجر اللي كان بي دي اف، اللي هو بيقول لك لو انا عندي شقة التشيك فيجر بتاعي بيقول لي كام فيت سكوير لكل طن كتشيك. بعد ما تتخلص الكالكوليشن بتاعك تقدر تتشيك عليها. الفنتليشن زي ما اتفقنا فيها طريقتين،
فيها 3 طرق. الطريقة الأولانية بتبقى نسبة من الهواء اللي موجود في الفراغ، الطريقة التانية بناء على عدد الأشخاص، الطريقة التالتة بناء على الفيت سكوير أو المتر مربع اللي موجودة في الفراغ. تمام، إيش أفضل طريقة يا باشمهندس؟ إيش أفضل طريقة يا باشمهندس؟ أفضل طريقة من الثلاث إلى الفنتليشن. أفضل طريقة من الثلاث إلى أفضل طريقة لحساب الفنتليشن. الفنتليشن أنت بتنقيها الأكبر، يعني لو أنت تقدر تجيب عدد الأشخاص اللي عندك تمام، وتقدر تجيب بالمساحة قد إيه عندك. لو أنا عندي مكتب عبارة عن 30 متر مربع، 30 متر مربع ده فيه 5 أفراد، 5 في 15 تمام برقم معين. التلاتين متر مربع دول محتاجين مثلا 300 CFM فريش، بتنقي الرقم الأكبر وتشتغل عليه لو متاح عندك. لو متاح إن أنت يبقى عندك عدد الأشخاص وعندك المساحة، فأنت بتشوف القيمة الأكبر وتشتغل عليها. في الغالب الأرقام بتبقى قريبة من بعضها، مفيش طريقة أفضل، أنت بتنقي الأكبر وتشتغل عليه لو متاح عندك إن أنت تنقي الأكبر. تمام، وفي الأول وفي الآخر دي نسبة فريش. في فراغات كتيرة نسبة الفريش فيها بتعتمد على فتحة الشباك، يعني عايز شوية هوا فريش يفتح الشباك كده هتلاقي الدنيا الكمكمة اللي موجودة في الأوضة راحت. لكن الصح إن أنت بتجيب خط دكت فريش متوصل بمروحة يعمل على شوية فريش في الفراغ. تمام، مش أكتر من كده. المينيموم فنتليشن زي ما اتفقنا، الطريقة الأولى سي اف ام لكل شخص، الطريقة التانية سي اف ام لكل فيت سكوير. تمام، والإكزوست نفس القصة. لو أنا عندي حمام فعايز أعرف معدل تغيير الهواء وفقا للقعدة أو وفقا للمتر مربع الخاصة في الحمام. تمام، دي الديتيلز الخاصة بالأكسس دور مثلا كده. بس هنا بيقول لك ان طرق حساب الكالكوليشن سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، احنا ملناش دعوة بكل الكلام النظري ده. انت هتخش على الهاب تقوم دايس فيه مرة، هتاخد وقت كبير، بعد كده هتلاقي الدنيا زي السكينة في الحلاوة معاك. تمام،